نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. نحييكم مستمعينا مشاهدينا الكرام ونقدم لحضراتكم نشرة المساء للأخبار ونستهلها بالعناوين. إعادة فتح معبر سجدير الحدودي في الاتجاهين بين تونس وليبيا. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق في جلسته العامة على 21 فصلا من مشروع نظامه الداخلي. مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة والكيان الصهيوني يتحدث عن مرحلة ثالثة من حربه على القطاع. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم. أعلن وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفى طرابلسي اليوم خلال لقاء إعلامي بمعبر راس جدير وكبه والعون العجيل، أعلن إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين أمام حركة المسافرين. سمية الفرجاني. وزير الداخلية خالد النوري قال إن إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي ستزيد في دعم علاقات التعاون الجيدة القائمة بين تونس وليبيا على مختلف الأصعدة، وجدد النوري الالتزام ببنود محضر الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه يوم 12 من جوان الماضي بطرابلس. كلنا أمل أن تساعد هذه العودة في مزيد الدفع بعلاقات التعاون الجيدة القائمة بيننا على مختلف في الأصعدة بما يعود بالنفع على بلدينا عموما وعلى المناطق المجاورة له خصوصا، ويدفع بالمبادلات التجارية بين الطرفين ويسهل تنقل مواطنينا في الاتجاهين. أجدد لكم التزامنا ببنود محضر الاتفاق الأمني الذي تولينا توقيعه معكم المتعلقة منها بسير العمل بالمعبر أو باحترام شروط السلامة المرورية للسيارات وعدم فرض رسوم أو غرامات مالية وفقا طبعا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو بالنسبة كذلك لموضوع التشابه في الأسماء والتواجد الأمني بالمعبر. من جهته أكد وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى طرابلسي السعي إلى تنظيم معابر وفتح معابر أخرى بين تونس وليبيا. سيتم تنظيم إن شاء الله المعابر الأخرى سواء معبر وازن أو ديابة مع تونس وليبيا، ونحن نسعى مع السيد وزير الداخلية لفتح المعابر الأخرى سواء معبر العسى أو معبر مرسى صالح إن شاء الله، لكي تكون مع تونس أربع معابر اللي في الحدود، نوصلهم رسالة واضحة بالحقيقة. سيد الجمهورية وسيد وزير الداخلية حريصين جدا على هذا الملف، وإحنا في ليبيا كذلك عند الليبيين حتى هم يتاجروا مع تونس، وهم ولاك هذه التجارة يختص بها سكان الحدود، سكان الحدود هم يختصوا تجارة بينية، ولكن الفترة الماضية أصبحت حكر على بعض العصابات والمجرمين وأصبح سكان الحدود أجراء. معبر راس جدير الحدودي يستعيد نشاطه بداية من اليوم بعد فترة غلق من الجانب الليبي تواصلت منذ مارس الماضي. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسته العامة اليوم والمخصصة للنظر في فصول مشروع نظامه الداخلي صادق على 21 فصلا ضمن البابين الأول والثاني، وتمت المصادقة على هذه الفصول إثر التصويت على المرور من النقاش العام إلى النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم فصلا فصلا. شهدت درجة الحرارة اليوم ارتفاعا قياسيا في أغلب جهات البلاد، وقد تم تسجيل درجات حرارة قصوى تراوحت إجمالا إلى حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا اليوم ما بين 41 و49 درجة. وفي تصريح للأخبار أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة السعد بأن نهاية هذه الموجة من الحر ستكون ابتداء من هذه الليلة. بالنسبة لليوم كان طقس حار تقريبا بأغلب جهات البلاد، سجلنا حرارة قصوى تراوحت إلى حدود الساعة الرابعة بعد الظهر، حرارة تراوحت إجمالا ما بين 41 إلى 49 درجة، وكانت رقم قياسي جديد سجلناه في ولاية القيروان بالتحديد على الساعة الثانية بعد الظهر و 18 دقيقة، وكانت في حدود 49 درجة فاصل 2. كذلك في تمام الساعة الرابعة سجلنا رقم قياسي جديد بولاية قبلي كان في حدود 49 درجة. بالنسبة لتوقعات بنهاية موجة الحر ستكون إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة باتجاه الطائرات الهوائية للقطاع الشمالي، ونتوقع غدوة حرارة قصوى تتراوح إجمالا ما بين 25 إلى 30 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 32 إلى 39 درجة ببقية جهات البلاد.
وتجنبا للأثار الجانبية لارتفاع درجات الحرارة، دعا المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة السعد إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. لتجنب الأثار الجانبية والسلبية لموجة الحرارة يرجى شرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش، كذلك ترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، كذلك تجنب الخروج الغير ضروري في أوقات الذروة الحرارية أي من الساعة منتصف النهار ظهرا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، كذلك عند الخروج لابد من استعمال واقي للرأس من أشعة الشمس وأيضا استعمال النظارات الشمسية، وأيضا اللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن، كذلك التقليص من الخروج وممارسة الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة خلال وقت الذروة. شرعت شركة استغلال وتوزيع المياه هذه الصائفة مبكرا في ترشيد استهلاك الماء وتنظيمه وفق حصص خاصة في جهات الساحل والوطن القبلي وصفاقس، مما اضطر المواطن إلى توفير حصته من الماء يوميا قبل انقطاعه أواخر النهار. كما شهدت جهات أخرى من البلاد اضطرابا في التزود، أرجعه مدير عام الشركة إلى هشاشة الموازنة المائية في جل الجهات. الموازنة المائية تقريبا في جل المنظومات غير متوازنة هشة جدا، نعرف أنه الموارد متاعنا أقل ياسر من الاستهلاك، إذن هذاك علاش تصير الاضطرابات للتوزيع، يخلينا احنا نحاولوا نعدلوا خاصة الأماكن اللي هي تقعد فترة كبيرة من غير ماء، دونك نعدلوا باش يكون فما تعديل بين المناطق خاصة العالية وبعيدة عن الشبكة اللي هما يتأثروا لولين قلة الماء، وهذه نشوفوها خاصة في منظومة المياه الشمال، ولايات الشمال تونس، تونس الكبرى، الوطن القبلي والساحل وصولا إلى ساقس، هذه اللي عليها طلب ياسر، وكما تعرف نسبة التعب في السدود ماهيش مطمئنة، دونك هذاك علاش يتأثروا خاصة في الأيامات هذم تاع الحرارة، زيادة درجات الحرارة هو بيهزنا لازدياد الاستهلاك، وهذا ما يأثر نوعية التزود. مدير عام شركة استغلال وتوزيع المياه محمد سولة عبر عن تفاؤله بدخول محطة تحلية المياه بصفاقس حيز الاستغلال هذا الشهر لحل معضلة التزود بالمياه، كما أعلن عن عدد من المشاريع الأخرى للشركة. إن شاء الله تدخل محطة تحلية مياه البحر بصفاقس حيز الاستغلال في الشهر هذا، وإحنا تو حتى بدينا في تجربة المحركات وتجربة المكونات الكهربائية، وحتى تتحط المحطة هذه إن شاء الله، المحطة هذه باش تأثر على المنظومة هذه الكبيرة، دونك باش تحل المشكلة على الأقل تاع صفاقس، وهي بيدها منظومة مرتبطة ببعضها، باش تحس أنه فما تحسن حتى في المرحلة الأولى متاع 100,000 متر مكعب في اليوم قبل توسيعة المحطة، كذلك إن شاء الله زاد محطة سوسة هي بيدها باش تكون مربوطة على المنظومة هذه. ثم محطات المعالجة كيما اللي متاع القلعة، كيما لبنة، كيما تبرقة، كيما بجاوة، هذولا كلهم مشاريع كبيرة ياسر قاعدين نخدموا عليهم، أنا ما نقفوش، احنا عندنا استراتيجية كاملة نخدموا عليها لضمان المياه للمستقبل. اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد 700 حارس عشوائي، وذلك في طار مكافحة ظاهرة المآوي العشوائية، وفق ما أفاد به مدير إدارة شرطة النجدة عماد مماشا. وخلال تدخله اليوم في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، كشف عن برنامج جديد ستطلقه الوزارة خلال الأسابيع القادمة، يتعلق بتوفير دوريات للوحدات الأمنية على الدراجات الهوائية لمزيد تأمين مرتدي الشواطئ. في البريود الاخرانيه نتاع جمعتين برك، هذه جمعتين اللي موجودين 700 حارس عشوائي تم اتخاذ الاجراءات القانونيه فيها بالمحجوز تاع الفلوس بتواصل مضروبه وزاره الداخليه المجهودات نتاعها كبيره رغم ذلك انه مازالت الظواهر هذيك واحنا بالمرصاد لها، لكن على الاقل 60% باش نقولوش 70% احنا ماشيين انه على الاقل نحو هذيك المظاهر اكل البلطجه صحيح وناس قاعده تستغل في المواطنين. عملنا توا 3 أيام اللي فاتت بدينا برنامج نحضروا في برنامج اللي هو بيشوف النور ان شاء الله دون 2 سمان اللي هو نتاع استعمال الدراجات الهوائيه في الشطوط التونسيه على غرار برشا دول، يعني باش يولي الامن باش تلقاه بدراجات لي كورنيش تلقاه حتى في الشط دراجات. افادت وزيره التربيه سلوى العباسي ان الوزاره بصدد دراسه امكانيه رقمنه امتحانات السيزيام والنوفيام بما يتيح حوكمه افضل لهذه الامتحانات الوطنيه. وأكدت على هامش زيارة غير معلنة أدتها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية سليانة، أكدت إمكانية الرقمنة كذلك لاختبارات البكالوريا إذا توفرت الظروف اللازمة،
مبرزة أهمية الرقمنة في التقليص من حالات الغش والضغط على التكاليف من خلال حوكمة أفضل للإمكانيات البشرية والمادية. يشار إلى أن أكثر من 41 ألف تلميذ وتلميذة شرعوا اليوم في اجتياز امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 2024 التي تتواصل على امتداد 4 أيام على أن يعلن عن نتائجها في 14 من شهر جويلية الحالي. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. مع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه 69 بعد 200، أكدت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب مجزرتين وصل منها إلى المستشفيات 23 شهيدا و91 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان المستمر إلى 37,900 شهيد و87,060 مصابا. في غضون ذلك، أعلنت فصائل المقاومة تنفيذ عدد من الكمائن والعمليات في مناطق عديدة في القطاع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش العدو. أكدت تقارير إعلامية عبرية أنه سيتم خلال الأيام العشر القادمة الإعلان عن نهاية المرحلة الحالية من الحرب على قطاع غزة. جاء ذلك في وقت تفجرت فيه اليوم أزمة جديدة داخل حكومة الاحتلال في ظل تبادل المسؤولين الصهاينة الاتهامات بالمسؤولية عن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء بغزة المعتقل منذ أشهر دون توجيه تهمة إليها. متابعة في هذا الموضوع في التقرير التالي لزياد حسني. نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر مسؤول صهيوني تأكيده أن الإعلان عن نهاية المرحلة الحالية من الحرب على قطاع غزة سيتم خلال الأيام العشر القادمة، ينتقل على إثرها جيش الاحتلال إلى المرحلة الثالثة من الحرب بالتزامن مع انطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية بشأن التصعيد على الجبهة اللبنانية. غير أن المصدر أضاف أن الاحتلال سيواصل ملاحقة مقاتلي حركة حماس كلما توفرت لديه معلومات استخبارية عن أنشطتهم. في الأثناء تتوالى الأزمات التي تكاد تعصف بحكومة الاحتلال في ظل استمرار حالة الفوضى على الساحة السياسية الصهيونية. آخر الأزمات فجرها قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سليمة اليوم بعد اعتقال استمر 8 أشهر. المسؤولون في الجيش وفي المخابرات وفي إدارة السجون ووزارة الأمن القومي داخل الكيان الصهيوني تبادلوا اليوم الاتهامات بشأن المسؤولية عن اتخاذ قرار الإفراج في وقت تنصل منه رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو ووزير دفاعه غالانت. أما المعارضة فقد دعت إلى إقالة رئيس جهاز الأمن مجددة دعوتها إلى استقالة الحكومة. الدكتور أبو سليمة أطلق سراحه ضمن 54 أسيرا فلسطينيا أدلوا بشهادات مروعة حول الأوضاع المأساوية التي عاشوا فيها، حيث تعرضوا لأبشع ممارسات التعذيب والتجويع والإهانات. شهادة دفعت حركة حماس إلى إصدار بيان دعت فيه المجتمع الدولي إلى العمل فورا على حماية الأسرى في سجون الاحتلال، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكشف مصير آلاف المعتقلين الذين اختطفهم جيش الاحتلال قسرا. من بقية أخبار العالم، رحب الكريملين الروسي بانتصار حرب أو انتصار عفوا انتصار حزب التجمع الوطني القومي اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفائه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، واعتبره إشارة واضحة على إرادة الناخبين في باريس. كذلك ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أعلن اليوم اكتشاف عدة حقول ضخمة للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة العربية السعودية. بدأ الإعصار بيريل يتحرك ظهر هذا اليوم عبر المحيط الأطلسي باتجاه البحر الكاريبي كعاصفة خطيرة جدا، بما يشكل مخاطر جمع على مناطق التجمعات السكنية التي سيمر بها. نهاية النشرة مستمعينا مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها. إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي في الاتجاهين بين تونس وليبيا. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق في جلسته العام على 21 فصلا من مشروع نظامه الداخلي.
مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة، والكيان الصهيوني يتحدث عن مرحلة ثالثة من حربه على قطاع غزة. مع أجمل تحيات كامل الفريق، دمتم في رعاية الله.